السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج اتجاهات الصحافة وتتابعون اليوم. تداعيات الحرب ضد تنظيم الدولة على المدنيين. الصراع على السلطة يؤجج الصدامات المسلحة. خفايا تمويل القوات التابعة لحفتر وتحركاتها. للحديث أكثر في هذه الموضوعات ينضم إلينا اليوم عبر سكايب من تونس الكاتب الصحفي صلاح الدين الجوشي. أهلا بك سيد الجوشي. أهلا بكم. يقدر متابعون للشأن الليبي أن ما يعرف بتنظيم الدولة قد ضعف بشكل كبير عبر تعرضه لخسائر كبيرة في سرت وبنغازي، ذلك فضلا عن صبراتة ودرنة وأماكن أخرى بعد أن قتل العديد من منتسبيه في المعارك، لكن معظم أولئك الذين لم يقتلوا بقوا على الأرجح في ليبيا، وهو ما يثير المخاوف من إمكانية التغلغل في البلاد والانتشار. هذا ويمثل احتمال تجدد القتال بين الليبيين مصدر قلق حقيقي، خاصة بالنظر إلى ما خلفه ذلك القتال من خسائر بشرية ومدنية. بيّن الكاتب أدوين مورا في مقال على موقع برايت بارت أن تنظيم الدولة لا يسيطر فقط على قطعة صغيرة من الأرض في ليبيا، لكنه قد يكون شكل خلايا في مكان آخر في البلاد، وفقا للمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا جوناثان وينر. وقد ذكر وينر في شهادة مكتوبة تسلمها الكونغرس الأمريكي أن التنظيم قد ضعف بشكل كبير عبر تعرضه لخسائر كبيرة في سرت وبنغازي، فضلا عن صبراتة ودرنة وأماكن أخرى، وقتل العديد من مقاتليه في المعارك، لكن معظم أولئك الذين لم يقتلوا بقوا على الأرجح في ليبيا، وبين أنهم ينتظرون الفرصة للقيام بمزيد من الهجمات في البلاد وتأكيد سيطرة التنظيم على المنطقة. وأشار وينر إلى أن حكومة الوفاق الوطني في ليبيا أصبحت شريكا ثابتا للولايات المتحدة والمجتمع الدولي ضد التنظيم، لكنه يقر بأن الحرب ضده لم تنتهي بعد، وبين أن المكاسب حقيقية ولكن يمكن أيضا عكسها، لذلك يجب على الليبيين الانضمام إلى حكومة الوفاق الوطني ومساعدتها على أداء عملها والتوحد ضد التهديد المشترك للجميع. واعتبر وينر أن ليبيا ما تزال أرضا خصبة للتنظيم، مبينا لقد كانت الانقسامات السياسية هي التي أتاحت للتنظيم التغلغل في البلاد، ولسوء الحظ ما يزال الليبيون منقسمين، إن أمن ليبيا والمنطقة وأمننا القومي الخاص يعتمد على ذلك. وأضاف أن احتمال تجدد القتال بين الليبيين ما يزال مصدر قلق حقيقي، معتبرا أنه من الضروري أن يختار الليبيون نهج المصالحة الوطنية التي نص عليها الاتفاق السياسي الليبي. ذكر مراسل وكالة الأناضول التركية للأنباء من مدينة سرت سيف الدين طرابلسي في تقرير أن الدمار ليس أكثر ما يخيف سكان سرت من العودة، إنما الألغام فهي أكثر ما يؤرق ويعيق تقدم قوات البنيان المرصوص، فمن بين كل 10 منازل في المدينة 9 منها ملغمة، والعشيرة يستعملها قناصة داعش لعرقلة تقدم القوات الليبية. وقال أن حركة الآليات العسكرية تبدو منظمة، أما التحرك إلى مدخل المدينة غربا حيث خطوط الإمداد والمستشفى الميداني أو الدوران حول المنطقة الوحيدة التي ما زالت تحت سيطرة داعش الجيزة البحرية. ونقل الكاتب عن أحد مقاتلي البنيان المرصوص علي بيود، مرابط في سرت منذ بدء الحرب ضد داعش، قوله إن داعش اعتمد سياسة التلغيم من المناطق التي انسحب منها، لغم كل شيء هنا وبشكل خاص البيوت. وبين الكاتب أن فرق الهندسة المعنية بتفكيك الألغام تعمل على تمشيط الأماكن التي ينسحب منها التنظيم، ولكن بحسب علي بيود هذا لم يمنع من انفجار عدد كبير من الألغام، ما ينسف البيت كله وبيوتا بجانبه كذلك ويزيد من حجم الدمار. ويروي علي أنه في بداية الحرب كان التنظيم ينسحب بشكل مستمر حفاظا على الأرواح، وبالتالي حجم الدمار في المناطق التي انسحب منها بسرعة في المرحلة الأولى كان قليلا لأنه لم يجري فيها قتال طويل، ولكن مع تضييق الخناق على التنظيم أصبح عناصره يقاومون بشراسة ولا يتراجعون، ما جعل المعارك أعنف. وبين الكاتب أنه في سرت ليست المباني وحدها هي التي دمرت، حتى الأرض لم تعد مستوية، فلا يكاد يخلو شارع في المدينة من حفرة كبيرة. ويقول مقاتل البنيان المرصوص إنها أثار السيارات المصفحة والمفخخة التي يستعملها التنظيم في استهداف أعدائه.
سيد الجرشي المبعوث الأمريكي إلى ليبيا جوناثان وينر يرى أن ليبيا ما تزال أرضا خصبة للتنظيم، حيث أن الانقسامات السياسية هي التي أتاحت للتنظيم التغلغل أكثر في البلاد. هل توافقه الطرح؟ بطبيعة الحال، لأن أي تنظيم لا يستطيع أن ينمو إلا إذا وجد بيئة مشجعة وخصبة كما ورد على لسانه. وليبيا الآن في وضع منقسم بشكل واسع جدا، وضع اقتصادي واجتماعي متدهور بشكل كبير، سلاح موجود متوفر في أكثر من مجال، وسوق سوداء يعني فظيعة ومنتشرة ومهيمنة على الحالة الاقتصادية، حدود مفتوحة في جميع الاتجاهات، وبالتالي فإن هذه كلها ظروف ملائمة لكي ينمو فيها تنظيم شبيه بتنظيم داعش ويتوسع وينتشر ويتحول إلى قوة ضاربة. طيب، في سياق الحل المصالحة الوطنية، هذا المسار استمر لسنوات الآن في ليبيا، هل ترى أنه نجح في تحقيق سلام بين الأطراف الليبية التي يتوقع وينر أن يتجدد بينها القتال؟ يعني الأخبار التي ترد من داخل ليبيا وحتى من داخل طرابلس تؤكد بأن ما تم من محاولات سياسية إلى حد الآن لم تؤدي إلى الثمرة المطلوبة ولم تحقق النتائج المرجوة، وبالتالي فإن الوضع في ليبيا ما زال وضعا متفجرا، وما زال وضع قابل لكي تتسع رقعة استعمال السلاح فيه بشكل كبير، ولهذا لا يمكن أن نطلق بأن ليبيا الآن في وضع سلام أو في وضع مستقر، وإنما ليبيا في كل لحظة تترقب انفجار يحصل هنا أو هناك أو اشتباك بين هذا الطرف أو ذاك، وبالتالي المعالجة السياسية لم تصل إلى مستوى الرؤية الشاملة والآليات المطلوبة لكي تعيد السلام الأهلي إلى الليبيين. عمليا الآن في ظل استمرار القتال، الدمار هو ليس أكثر ما يخيف سكان سرت من العودة، إن تحدثنا على الحالة في هذه المدينة، وإنما ما يخيفهم هو الألغام. إلى أي مدى ترى أن السلطات الليبية هي قادرة على التعامل مع هذا التهديد ما بعد الإعلان عن التحرير؟ يعني تفكيك الألغام ليس عملية مستحيلة أو صعبة جدا، ولكن هذا يتطلب أولا الحد الأدنى من التأكد من أن تنظيم داعش لم يخلف وراءه مفاجآت مؤلمة وغير سارة للليبيين، فهذا النوع من التنظيمات يتعامل بشراسة، ولأنه جاء إلى ليبيا لكي يغرس عروقه ولكي يقيم ما يسميه بدولته، وبالتالي فإنه سيبقى يقاوم وسينتشر في الخلاء كخلايا نائمة في أكثر من طرف وفي أكثر من جهة. المهم هو أن الأطراف التي ستحاول أن تحرر هذه الأماكن أن تكون حذرة، وأن تحاول أنها توفر أكثر منكم من الأمان للمدنيين والمواطنين، وتحاول أن تحاصر بقايا هذه الخلايا، وإن كانت المعركة لا تزال مستمرة ومفتوحة على نتائج يصعب الآن توقعها، لكن نؤكد في نفس السياق بأن التنظيم قد تلقى ضربات قوية ومؤلمة وقد ضعف بشكل واضح على الأقل في المنطقة التي كان يسيطر عليها وهي منطقة سرت. طيب، الحديث عن استراتيجية التنظيم في التغلغل والانتشار، هنالك الآن مخاوف من أن التنظيم يستطيع تنظيم صفوفه من جديد في مناطق أخرى من ليبيا، ما السبيل لضمان عدم تهديده للأمن القومي لليبيا ولدول الجوار أيضا؟ السبيل الرئيسي الحقيقة هو أن يدرك الليبيون أنهم مهددون من قبل عدو واحد أو طرف واحد يهددهم جميعا، لأن تنظيم الدولة إذا استطاع أن يعيد السيطرة على أرض أخرى فإنه سيهدد الليبيين كلهم بدون استثناء، وخاصة حاملي السلاح من الفصائل الموجودة، وإذا لم تدرك هذه الفصائل وقادتها بأن معركتهم معركة موحدة ومصيرهم مشترك، فإنهم بذلك يوفرون من خلال هذا التنازع والتآكل والصراع يوفرون المناخ الملائم لكي يستعيد تنظيم القاعدة حيويته ويفرض نفسه كل مرة في جهة. ولكن كما لاحظنا أنه إذا أخذنا تجربة سرت فقد تطلب ذلك معركة طويلة وقوية، وذهب في سبيلها المئات من الشهداء الليبيين، يعني أنه يمكن أن تتكرر التجربة هنا وهناك، وبالتالي مزيد من القتلى ومزيد من تفكيك الوحدة الوطنية والقضاء على إمكانية أمل في قيام دولة مركزية جديدة في ليبيا.
سيد جورشي ومشاهدينا الكرام، تفضلوا بالبقاء معنا، اتجاهات الصحافة لا زال متواصل. أثارت الاشتباكات التي جدت في مدينة طرابلس مؤخرا المخاوف من اندلاع موجة عنف جديدة بالعاصمة الليبية التي تمسك بزمام السلطة الفعلية ويسيطر عليها خليط من الجماعات المسلحة. ويقدر محللون أنه كثيرا ما يندلع القتال على خلفية الصراع على النفوذ على السلطة، وأن الجهود جهود المصالحة بين تلك الأطراف تبقى الحل المناسب لتطويق الأزمة. أورد موقع رويترز أنه سمع دوي صوت إطلاق النار في العاصمة الليبية طرابلس مع حشد الجماعات المسلحة أسلحتها الثقيلة واتخاذها مواقع في أجزاء عديدة من المدينة، ولم يتضح على الفور سبب أحدث جولة من العنف. وكثيرا ما تدور اشتباكات بين الفصائل المسلحة التي تمسك بزمام السلطة الفعلية في أنحاء المدينة، لكن إطلاق النار كان أكثر كثافة من المعتاد، وشوهدت دبابات وقوافل مسلحة في بعض المناطق. وطرابلس يسيطر عليها خليط من الجماعات المسلحة التي يتمتع بعضها بوضع شبه رسمي، وغالبا ما يندلع القتال بسبب الصراع على النفوذ أو هجمات انتقامية، في حين أن الجماعات المسلحة مقسمة أيضا بين تلك التي تساند الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة وأخرى تعارضها. وخاضت تحالفات متنافسة قتالا من أجل السيطرة على العاصمة في 2014، وبعدها شكلت حكومتان وبرلمانان متنافسان في طرابلس والشرق. ذكر رئيس الوزراء الليبي الأسبق محمود جبريل أن حكومة لا مركزية هي الحل السياسي لليبيا، رافضا فكرة تقسيم البلاد، وذلك في تصريحات له على هامش مؤتمر كلية الدفاع لحلف الشمال الأطلسي الناتو في روما صدرت على موقع العربية نت الناطق باللغة الإنجليزية. واعتبر أن ما تحتاجه ليبيا هو حكومة مصغرة، حكومة لإدارة الأزمة تتكون من 5 أو 6 وزراء على حد أقصى، وبيّن أن بقية السلط يجب أن يتم تقاسمها مع البلديات والحكومات المحلية. وبيّنت الكاتبة فرانشيسكا ستوري أن فكرة تقسيم ليبيا نوقشت كثيرا في المحافل الدولية، ويرى بعض الوزراء أن هذا الحل يترجم المبدأ الروماني القديم فرق تسد، خاصة وأن الدول الأجنبية هي المستفيدة الوحيدة من هذه الاستراتيجية. ويعتقد مراقبون آخرون أن ليبيا كانت دائما منقسمة وفقا للنظام القبلي، وأنه ينبغي على الدولة أن تصوغ نظاما سياسيا يستفيد من هذا التنوع بدلا من محاولة إنكار ذلك. ولكن وفقا لجبريل لن يؤدي تقسيم ليبيا إلا لمزيد من الصراعات، موضحا أن أكبر تهديد للبلاد هو تقسيمها، وأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى المزيد من الصراعات والحروب الأهلية. ويقول أن القوة الحقيقية في ليبيا خارج الحكومة. سيد جورشي، يعني طرابلس غالبا ما تندلع فيها الاشتباكات المسلحة بين جماعات يتمتع بعضها بوضع شبه رسمي، برأيك ما محرك هذه الصراعات؟ هل يأتي في سياق الحصول على النفوذ أم الانتقام مثلا؟ يعني بما أننا نتحدث على أن العاصمة طرابلس هي مقسمة من حيث النفوذ العسكري على عدد كبير من الميليشيات والمجموعات المسلحة، فإنه في الغالب تكون هناك أكثر من عوامل من شأنها أن تفجر اشتباكات هنا أو هناك. أولا يمكن يكون بسبب محاولة التوسع في النفوذ، أو من أجل الحصول على مكاسب إضافية، أو خلافات ربما تنطلق من اعتبارات شخصية ثم تتوسع، ويضاف إلى ذلك طبعا الاعتبارات السياسية وربما حتى القبلية. فالمشكلة أن طرابلس التي يفترض بأن تكون هي تشكل المنطلق لوحدة حقيقية بين سكان العاصمة هم أيضا مقسمون، فيهم ناس موالين إلى العهد السابق، فيهم ناس ربما مرتبطين أو عندهم علاقات بالمنطقة الشرقية، هناك خلافات بين الأطراف التي تعتبر نفسها ستدافع عن السلطة الشرعية، ولكن في نفس الوقت هناك خلافات عديدة تشقها. إذن الحقيقة هذا الفسيفساء الملغم والمليء بالتناقضات هو الذي فسر لنا هذه الانفجارات التي تحصل أو هذه الاشتباكات تحصل في من حين إلى آخر. طيب، المجلس الرئاسي الموجود في العاصمة هو لم ينبس بتصريح حول هذه الاشتباكات على الرغم من حدتها، وهي على كل حال ليست المرة الأولى التي ينحى فيها هذا الاتجاه، ولكن عمليا هل تعتقد أنه يخشى الإدانة أم أنه يتجنب الخوض في صراع يقع على مقربة منه؟
يبدو لي المجلس الرئاسي يعيش حالة عجز هيكلي ضخم وخطير في نفس الوقت، لأنه مجلس لا يمارس صلاحيته، ومجلس غير قادر على أن يضبط حتى الوضع الأمني في المنطقة التي يشرف عليها أو يفترض أنه يديرها، وبالتالي يمكن أن يبقى خاضعا لمخاوف من أنه يتورط مع هذا الطرف أو ذاك، أو ربما خائفا أن تسحب من تحت أقدامه شرعية أو حماية هذا الطرف الميليشيوي أو العسكري من هذا الطرف. يعني في نهاية الأمر المجلس الرئاسي فاقد الفعالية الدنيا التي تفترض في كلمة المجلس الرئاسي، لأنه يتولى رئاسة هذه المنطقة ورئاسة البلاد حسب تطلعاته وطموحاته، لكنه لم يستطع حتى أن يسيطر على مربع صغير داخل طرابلس. طيب، فيما يتعلق بتصريحات محمود جبريل، هو يرى أن ما تحتاجه ليبيا اليوم هو حكومة لا مركزية مصغرة تدير الأزمة بعيدا عن توجهات الانقسام. إلى أي مدى يكفل هذا المقترح إحباط المحاولات الغربية لتقسيم ليبيا والتحكم في ثرواتها بحسب ما يطرح جبريل؟ يعني أنا في رأيي أهمية ما قاله جبريل في أنه يحيلنا إلى نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى أنه وكأن ليبيا الآن المسافة بينها وبين إعادة بناء سلطة مركزية، هذه المسافة تتسع يوما بعد يوم. والأمر الثاني اللي هو خطير هو أنه ما زالت هناك أطراف غربية حريصة وتعمل، ربما تنضاف إليها حتى بعض أطراف إقليمية قد تفكر أنها من مصلحتها تقسيم ليبيا إلى دوائر أو دويلات أو ممالك صغيرة، معناها كإعادة لتجربة تاريخية عشناها سابقا. وهذا الحقيقة الخطر، رغم أنه حاضر بقوة أمام كل الليبيين وأمام الأطراف المتنازعة على الحكم في ليبيا، ومع ذلك يستمر التنازع وكأن الجميع يريدون أن يتركوا مصيرهم بأيدي هذه الأطراف التي تريد تقسيمها. لا شك في أن مفهوم السلطة المركزية بمعنى السيطرة والإحاطة بكل شيء أصبحت شبه مستحيلة الآن، ولكن فكرة أنه تجد على الأقل هناك سلطة رمزية تقود مجموعة من السلطات المحلية، ربما هي المنفذ الوحيد لإنقاذ ليبيا من التفتت والاندثار. ولكن الطابع القبلي للمجتمع الليبي لنقرأ ذلك، هل ترى أنه عنصر قد يساعد على تحقيق الوحدة؟ هو الحقيقة يلزم نقاش معمق مع الماسكين بالإطار القبلي، لأنه هناك رغبة لدى الكثير منهم في أن تبقى ليبيا موحدة، لكن القبائل وحدها لا تستطيع أن تغي أو أن تعوض الأطراف السياسية. القبائل يمكن أن تكون طرفا داعما لمشروع سياسي، ولكن بشرط أن السياسيين يكون لهم صلاحيات وتكون لهم الشرعية الكافية لكي أيضا يسيطروا على رافعي السلاح ومستعملي السلاح، بذلك تتوفر عناصر الوحدة الوطنية. أما بهذا الشكل الموجود حاليا فإن الأمور لن تكون في صالح الداعين إلى وحدة ليبيا وإقامة سلطة مركزية أو حتى جهوية. سيد الجورشي ومشاهدينا، تفضل بالبقاء مع نتيجات الصحافة، لازال متواصل. تشير تقارير إلى أن تأمين التدفقات المالية يعد بمثابة حجر الزاوية لزيادة عدد الكتائب المسلحة التابعة لحفتر وتطوير سلاحها، وهو ما يثير تساؤلات بشأن تمويل الجماعات المسلحة ودعم نفوذها. يحصي العقيد الليبي نويجي العزومي الضابط في إدارة الدعم والمساندة التابع لرئاسة أركان برلمان توبروك 14 عسكريا محترفا ينتمون إلى جيش النظام السابق، من بين 1230 مقاتلا مدنيا من أبناء قبائل المنطقة الشرقية. قامت على أيديهم عملية الكرامة التي أطلقها اللواء المتقاعد خليفة حفتر في 16 من مايو من عام 2014، غير أن هذا العدد سرعان ما ارتفع إلى 437 ضابطا وصف ضابط محترفا وقرابة 9000 جندي ومقاتل قبلي، بعد نجاح حفتر في تأمين تدفقات مالية تعد بمثابة حجر الزاوية لزيادة عدد كتائبه وتطوير سلاحها.
في بداية عام 2015 وبعد توغل قوة حفتر في بنغازي، بدأ في تكوين كتائب من المتطوعين القبليين أطلق عليها مسميات المشاة والبحرية والدبابات، وعين لكل منها آميرا مدنيا ومنحه رتبة عسكرية. وبلغ عدد الكتائب من تبرق وصولا إلى جدابية حتى يوليو الماضي 67 كتيبة بحرية وبرية وجوية، وفقا لما يؤكده الضابط العزومي المقيم في القاهرة بعد أن ترك عملية الكرامة قبل شهرين. ويكشف النقيب فايز سلامة الضابط في الحسابات العسكرية في رئاسة أركان الجيش التابعة للمؤتمر الوطني السابق والتي تم ضمها إلى المجلس الرئاسي الذي يقوده فايز السراج رئيس الوزراء الليبي، أن الضباط النظاميين في قوات حفتر لا يزالون يتقاضون رواتبهم من طرابلس، مشيرا إلى أن عددهم وصل إلى 500 ضابط وصف ضابط نظامي خدموا في جيش النظام السابق، فيما يتقاضى المقاتلون أجورهم من رئاسة الأركان الموازية التابعة لبرلمان تبرق. سيد الجورشي، برأيك هل تعتمد استراتيجية حفتر في تشكيل جيشها على الإغراء المادي أخذا بعين الاعتبار ارتفاع عدد الضباط من 14 في عام 2014 إلى 437 ضابط محترف العام الجاري بحسب ما أوردته العربي الجديد؟ هو لا يمكن الحديث عن جيش إلا بربطه مباشرة بتمويل يمكن أن يغطي احتياجات هذا الجيش، وإذا تحدثنا عن التمويل فلابد أن تتحدث عن مصادر التمويل يمكن أن تؤمن تدفقا مستمرا حتى يواصل هذا الجيش تحركه بشكل معقول وبشكل سليم. إذن مصادر التمويل هي التي يجب أن نبحث عنها، لكن لا شك في أن هناك أطراف عديدة سواء داخل ليبيا أو بالخصوص على المستوى الإقليمي وربما الدولي كان من مصلحتها تقوية هذه المبادرة وبالتالي توفير الغطاء المالي للجيش الذي كونه حفتر لتأمين مصالح مستقبلية واستراتيجية لها داخل الأراضي الليبية. وبالتالي ليس جديدا القول بأن حفتر اعتمد على مصادر التمويل آمنة مكنته من أنه يبني هذا الجيش. مصادر آمنة، هو بالفعل حفتر نجح بحسب هذه الرواية التي تريدها الصحيفة في تأمين تدفقات مالية تعد بمثابة حجر الزاوية لزيادة عدد كتائبه وتطوير سلاحها، ولكن هل الأسلوب الذي اتبعه حفتر في توريد السلاح على الرغم من قرار حظر السلاح على ليبيا هل يعكس حجم الثغرات في القانون الدولي؟ عندما تدخل بلد معناها حالة من الحرب الأهلية والنزاع الداخلي القانون الدولي يفقد أهميته على الأقل في تلك اللحظات، وبالتالي يصبح كل شيء جائز، وما فعله حفتر فعله آخرون. نعم. حتى لما بتكون في ميليشيا صغيرة تحتاج نفس الشيء في مستوى تهريب الأسلحة ومستوى التدريب ومستوى التمويل وشراء الذمم والإغراءات المالية وغير المالية، وبالتالي ليبيا الآن بلد خارج الإطار القانوني، وبالتالي ما يجري فيها هو حصل في لبنان عند الحرب الأهلية وحصل في ويحصل الآن في سوريا بشكل واضح وحصل في العراق ويحصل الآن في اليمن. وبالتالي عندما تغيب السلطة المركزية القادرة على تأمين الحد الأدنى من الحماية للبلد وللمواطنين فإن ذلك بطبيعة الحال يعوض باختراقات وبتمويلات مشبوهة وبتهريب أسلحة وبالتالي بصراع داخلي إلى أن تستنفد كل الإمكانيات. أشكرك جزيلا، بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من اتجاهات الصحافة. كنت معنا عبر سكايب من تونس الكاتب الصحفي صلاح الدين الجورشي، شكرا لك. ننوه مشاهدينا إلى أن إنتاج هذا البرنامج يكون بمعاونة المرصد الليبي للإعلام. أشكركم على حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي ودمتم في أمان الله.